السلام عليكم، طابت أوقاتكم وأعمالكم. الخطوة الماضية كانت عن حصون الفضيلة. يقول فيها الخطيب: في ظلال الفضيلة منعة وأمان، وفي مهاب الرذيلة ذلة وهوان. وكم للفضيلة من حصون امتنع بها أولو البصائر، وكم للرذيلة من صرعى تردوا في مهالكها وتخبطوا في دركاتها. وضع الإسلام حصون منيعة للمحافظة على الفضيلة، من ذلك غض البصر، حفظ الفرج، وأن القوام بيد الرجال، حماية لأنفسهم وأهليهم من النار. حصون الفضيلة أمر المرأة أن لا تخشن الكلام ولا تلينه، بل تقول قولا معروفا، وأن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، وإذا خرجت لا تخرج متطيبة متبرجة. من حصون الفضيلة نهي المرأة عن إبداء زينتها، قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا كانت منهية عن الضرب الرجل حتى لا يسمع الخلخال ما خفي من الزينة، فكيف بإظهار الزينة الفاتنة أمام الرجال؟ من حصون الفضيلة تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية منه، وتحريم سفر المرأة بلا محرم، إمعانا في الصون لها وإبعادا للتهمة عنها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون الرجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. من حصون الفضيلة أمر المرأة بالحجاب ولبس الجلباب، قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. من حصون الفضيلة منع الرجال من الدخول على النساء ولو كان قريب الزوج، قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.